مساء الخير. نكبة إضافية عم بتصيب القطاع الزراعي بالإضافة للمشاكل الكتيرة اللي عم بيعاني منه هالقطاع من الأسعار المرتفعة بالتكلفة، والمشكلة الإضافية هي شح المياه يلي عم بيؤدي لشلل نهائي للقطاع الزراعي نظراً لتعذر وجود المي والأسعار العالية لتأمين المي بالخزانات لري المزروعات وغياب خطة واضحة من قبل المعنيين لإنقاذ القطاع الزراعي. وبالعودة لطقسنا، أجواء صيفية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة، الرطوبة عالية، أما الهواء متوسط السرعة، البحر مائج وحرارة مياهه 28 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجة الحرارة، أما لبكرة طقسنا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجة الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم تسجل 22، وبلبقى 16، على المرتفعات 20 و 13 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة يلي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، ونبدأ تحديدا من بين 21، الرحبة 20، البترون 30، رملة البيضاء 31، وصيدا 32، وصور 30، والخيم 28، نبطية 28، المختارة 30، المنصورية 28، وبعلبك 35، وأهدن 22، والهرمل 34 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 60 و 85%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و 45 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلي واليومين اللي جايين نشوفهم سوا، الليلة بتوصل لل 21، وبكرة بين 22 و 31 درجة، ونهار الجمعة بتتراوح بين 21 و 30 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا مسقط 34، وأبو ظبي 40، بغداد 44، وطرابلس 36، الجزائر 35، وأخيرا مدريد 35 درجة. وهذا كان طقسنا الليلي، أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.